نطلع صفحة 211 من كتاب براغما، هنلاقي إنها مواقف. صفحة 211، تمام. هنبدأ مع بعض المواقف. بيقول لك لعمل مشتروات. عمل مشتروات يعني faire des achats يعني تعمل مشتريات، تشتري كل حاجة. فأنت كواحد زبون بتقول إيه للبياع عشان تشتري؟ بتقول مثلا bonjour bonjour monsieur je voudrais des fraises s'il vous plaît، يعني صباح الخير يا سيدي أنا عايز فراولة لو سمحت. فهو بقى بيقول لك إيه، combien est-ce que vous en voulez، combien est-ce que vous en voulez، يعني combien عارفين يعني كم، أو كم للعدد برضه. فأنا بقول كم حضرتك تريد من هو، الإن اللي هي في السؤال دي بمعنى من هو، يعني حضرتك عايز كام منه. يا شباب عايز اطمن ان الصوت واضح، الصوت واضح؟ تمام. ماشي اوكي. سؤال تاني، جون فودري 600 غرام سي كومبيان، يعني ايه؟ يعني عايز منه 600 جرام، سي كومبيان بكام؟ راح قال له او قال لها 10 اورو، يعني 10 يورو. تمام، دايما حصة المواقف بيكون فيها قراية كتير. طيب للسؤال عن مكونات وصفة ما، لازم نقرأ السؤال ده بالفرنساوي. demander يعني تسأل، les ingredients، les ingredients يعني ايه؟ يعني مكونات دون ريسيت، الريسيت دي اللي هي الوصفة، وصفة الأكل يعني. يعني بتسأل مثلا الكيكة بتتعمل ازاي، التورتة بتتعمل ازاي، بتسأل عن طريقة عمل أكلة معينة. فبتقول tu mets combien de pommes dans ton gâteau، يعني انت بتضعي كم تفاحة في الجاتو بتاعتك. فقالت جون مي 4، يعني اضع منها 4. قلت لكم ان ان يبقى معناها منه او منها. طب سؤال كمان، اي تو مي دو سوكر دون لو جاتو، يعني وانت بتضعي سكر في الجاتو. افتكر معايا سكر يعامل معاملة المفرد المذكر، فتأخذ أداة التجزئة دو، فأقول دو سكر دون لو جاتو. فالإجابة وي جون مي 250 غرام، يعني أيوة أنا أضع منه 250 غرام. طيب نقلب الصفحة. مواقف بقى ايه متعددة الإجابات. الموقف الأول، vous demandez à un copain s'il mange du chocolat. il dit، أهم حاجة تعرف مين اللي بيتكلم في الموقف ومين اللي هيقول في الآخر خالص. أنت بتسأل رفيق إذا كان هو سيل، شفت السيل دي يعني إذا كان أو لو هو، s'il mange du chocolat، لو هو بياكل شوكولاتة. il dit، هو بقى يرد عليك هيقول لك ايه؟ هيقول لك oui je mange beaucoup de chocolat، يعني ايوه انا باكل كثير من الشوكولات، او oui mais un peu، نعم لكن قليلا، او non je n'aime pas le chocolat، يعني لا أنا لا أحب الشوكولاتة. طب السؤال اللي بعد، votre frère vous demande، يعني أخو حضرتك بيسألك
سي فوز افي دو كافي يعني سي يعني لو، سي فوز افي دو كافي يعني لو عندك قهوة. فو ديت انت هتقول ايه؟ هتقول وي جون اي بوكو، قلت لك ان الان بمعنى منه، يبقى وي جون اي بوكو يعني ايوه عندي منها كتير. السؤال او الاجابة التانية وي مي جون اي ان بو يعني نعم لكن عندي منها قليل، او نو je n'en ai pas يعني لا انا ليس عندي منها. السؤال الثالث vous êtes au rayon fruits et légumes، انت بتكون في قسم الخضر والفاكهة. vous dites au vendeur، بتقول للبائع، فاندور يعني بائع، بتقول ايه بقى؟ بتقول دوني موا ان كيلو دو فريز، اعطيني كيلو من الفراوله سيل فو بلي، او كومبيان كوت ان كيلو دو غازان يعني كم يكلف كيلو العنب، او اسك فو افي دي اورانج هل حضرتك عندك اورانج برتقال. السؤال الرابع Vous demandez à un vendeur le prix d'un produit. يعني بتطلب من بائع سعر ايه؟ سعر منتج. برودوي يعني منتج. Vous dites بتقول له ايه بقى علشان تطلب السعر؟ بتقول ça coûte combien يعني ايه؟ هذا يكلف كام؟ او combien coûte ces légumes كم تكلف هذه الخضروات، او ان كيلو دو تومات سي كومبيان يعني كيلو الطماطم يكلف كام. السؤال الخامس vous demandez à un copain، حضرتك بتطلب من رفيق ce qu'il prend au petit déjeuner، ما الذي يأكله او يتناوله في الافطار. بيتي ديجوني يعني الإفطار، ديجوني فقط يعني الغداء. هو هيقول إيه دي؟ هيقول إيه بقى؟ جو بخون دو لا كونفيتور إي دو بور يعني أنا باكل مربى وزبدة، أو دي تارتين إي دو جو يعني شرائح الخبز المحلاة وعصير، أو جو مانج دي ساندويتش انا اكل سندوتشات. السؤال السادس vous demandez à un copain ce qu'il boit le matin. ce qu'il هنا يعني ما الذي، يعني انت بتطلب من من رفيقك ما الذي ايه يشربه فين في الصباح le matin. هو هيقول لك ايه؟ il dit هو هيقول je bois un café au lait يعني انا بشرب كافيه باللبن، او je bois une petite bouteille d'eau يعني انا بشرب ايه زجاجة مياه صغيرة petite bouteille d'eau، او je prends du thé يعني انا اتناول الشاي. السؤال السابع vous demandez كرولوس معلش يا مستر كنت جاي من امتحان هندسة مصر، معلش بسرعة ماشي يا كرولوس. صفحة كام يا ماريو؟ يلا يا روح 212 رقم 6. مواقف ولا كمان؟ مواقف يعني. ما حضرتش كتير. وانا مسجل ال انا مسجل الحصة، هبقى اتفرج على الحاجة اللي فاتتك. ماشي؟ ماشي. السؤال السابع vous demandez à un ami comment aller au supermarché يعني انت بتطلب من صديق comment aller يعني كيف الذهاب الى السوبر ماركت. هو هيقول ايه؟ هيقول prends le métro يعني خذ المترو، او va tout droit
سأغش، يعني اذهب طوالي إنه على اليسار، أو تورن أدروات، يعني لف على اليمين. إلي à la fin de cette rue، يعني إنه إيه à la fin، في نهاية هذا الشارع. ممكن تبعت ورق تاني يا مريم؟ بعد كده التدريبات. التدريبات ابعت كده صفحتين عشان نشوف مع بعض. وماله، حل الوثائق. حاول تجيب الوثيقة وبالأسئلة في صفحة واحدة. حلو ولا تقرا الاول وبعدين نحل، ولا انت بص هترجم الوثيقه الاول وبعدين تحل.